يلتقي في الرابعة من مساء اليوم منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مع شقيقه السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية 17 والتي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة. ويرغب أزرق شباب اليد في الفوز بنقاط المباراة وتأكيد مستواهم المتميز الذي ظهروا به في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل أمام حاملة اللقب كوريا الجنوبية والاقتراب أكثر من حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي المؤهل لكأس العالم العام المقبل.